مدرستك 29/4. لك الحمد والشكر يا رب، استغفناك فاغثتنا يا رب الغيث. قطعنا بشار الاسد المياه في مدينه الرستن، فاستغثنا برب الغيث. انظروا يا حكام العرب، انظروا يا مسلمين، هي المياه كيف تجري في مدينه الرستن. استغثنا برب الغيث فاغثنا بهذه المياه، فلك الحمد والشكر يا رب العالمين، فلك الحمد والشكر يا رب العالمين. انظر الى المياه كيف تتدفق من الجداول في مدينه الرستن. استغثنا برب الغيث، فلك الحمد والشكر يا رب العالمين، فلك الحمد والشكر يا رب العالمين.